شهرته جت بسبب حاجات كتيرة، فهو ملحن، مؤلف أغاني، مغني وممثل. حصوله على الميدالية الذهبية في واحد من أهم برامج المواهب في التسعينات فتح له أبواب كتيرة، خصوصا وإن صوته قدر يلفت انتباه فيروز بعد ما غنى أغنيتها أهواك بلا أملي، وده حمسه جدا إنه يبتدي مشواره الفني. أول ألبوم ليه كان سنة 98 وتميز باللون الرومانسي اللي استمر فيه لحد دلوقتي، مش بس في الغنى كمان في التمثيل. زياد برجي هو ضيفنا النهاردة في ستار تراك. على انستجرام عنده أكتر من 327 ألف فولور، ومؤخراً خصص حملة دعم لصاحبه سعد المجرد، ومن آخر اللي نشره هي صورة لسعد وكتب Day 61 هاشتاج كلنا سعد المجرد، وفيديو من احتفالاته بالكريسماس مع عيلته وكتب The best Christmas spirits with my family. وفي ذكرى مرور سنة على وفاة أخوه أسامة افتكروا برسالة مؤثرة جداً، وقبل كده عيد على جورج وصوف في عيد ميلاده ونشر صورتهم سوا وكتب كل عام وأنت بخير يا حبيب قلبي، تعرف قديش بتعني لي وقد قديش مطرحك ومعزتك بقلبي كبيرة، الله يطول بعمرك ولا يحرمنا من روحك الحلوة. وسبقهم صورة من فيلمه الجديد بغمضة عين اللي هيبدأ عرضه في 5 يناير. على فيسبوك عنده أكتر من 247 ألف لايك، والصور اللي عليه شبه الإنستجرام، وبينشر الأخبار اللي بتتكتب عنه في الصحافة، ومن آخر البوست كان بوستر حفلته في ليلة راس السنة، وكمان نشر تريلر فيلم بغمضة عين، وبارك لملحم زين على مولوده الجديد وكتب له ألف مبروك لخيي وحبيب قلبي ملحم زين على المولود الجديد حسين، إن شاء الله يتربى بعزك يا رب ويخلي لك علي وفاطمة. على تويتر عنده أكتر من 141 ألف متابع، وأغلب تغريداته الفترة دي بتدعم سعد المجرد، وبيعمل ريتويت للأخبار اللي بتتكتب عنه، ومن آخر الريتويتس أغنية نانسي عجرم الجديدة عم بتعلق فيك اللي هو كتبها وملحنها.